الفريق مطمئن في وسط الترتيب ولا خوف على الأولمبيك، الرجاء في الطريق الصحيح. ونحن نشاهد هذه الأهداف الجميلة لهذه المقابلة. أنقل لكم تحية كل زملاء التقنيين في الوحدة المتنقلة رقم 6 ومخرج هذه المقابلة المحمدي، كان معكم على امتداد ساعة و30 دقيقة عبد الحق شطرت من قسم الرياضي من قناة